يا اخي شكون نجم نشكي بخلاف المركز؟ برجولية يلقى نونجي ما عنديش الثقة في العوان اللي في مركز حومتنا، نهار الكل يكبسوا فيا ويخشنوا في اصواتهم بالعاني خاطر انا صوتي جوي. خويا الغالي ترك احلك امورك. هذه حلقة جديدة من السيزون الثانية اللي تجيكم بالتعاون مع الواو تونس، ومرحبا بكم في القانون جي بلس. اللي نعرفوه احنا هو انه اي واحد يحب يشكي بعبد اخر يمشي للمركز، باش يبلغ على سرقة يمشي للمركز، صارت مشكلة في الكار، هاي الناس كل للمركز. اما اللي ما يعرفوش برشا عباد هو انه المركز مش البلاصة الوحيدة تنجم تشكي لها، بخلاف مركز الشرطة ومركز الحرس فما سيد اخر عشان تمشي تشكيله. السيد هذا براتيكمون الناس الكل قاعده تشكيله ما في بلاش. في التمشي نتاع الشاكين كيما حكينا في الفيديو نتاع كيفاش الحاكم يخدم خدمته، حكينا كيفاش الحاكم بعد ما يحضر الدوسي يهزه لوكيل الجمهوريه، اما تنجم انت في حد ذاتك تمشي ديريكت لوكيل الجمهوريه، هاكا تحكي معاه طول، خاطر هو برتبة قاضي. متصور تنجمش تكون عندك ثقه في حد اكثر من قاضي، على خاطر وكيل الجمهوريه ماهوش تابع الشرطه وماهوش تابع وزاره الداخليه اصلا، تابع السلطه القضائيه، دونك نتصور باش يضمن لك حقوقك بالصحيح. ابوي القانونجي وين القاضي؟ السيدة ذا بير وكيل الجمهورية موجود في كل محكمة ابتدائية، حتى كما لقيتوش هو تنجم تلقى المساعدين متاعه اللي عندهم نفس القوة متاعه. قولي ترى تعاملت قبل مع وكيل الجمهورية ديريكت وكيفاه لقيته؟